بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات جونيور 4، النهاردة هنتابع مع بعض الاكسرسايز بوك. هنتابع مع بعض يونت 2 كونسبت 4 ليسون 4. تمام، يبقى احنا في ليسون 4، يلا بينا كده واحدة واحدة. يمس شو ذا كوريكت انسر؟ بيقول يا ميس لو زودتي if an angle of inclination of road increase، زي ما شرحناه في الفيديو هوريها لك تاني اهي. انا عندي ده طريق ماشي فلات، انا زودت الميل بتاع هذا الطريق، يعني خليت الانكلينيشن، زودت الانجل، كل ما ارفع لفوق كده بزود الانجل، كل ما ارفع كده لفوق ازود الانجل، وبالتالي كل ما بزود الانجل يعني الانكلينيشن الميل بتاع الحاجه بيزيد، يبقى سرعه الجسم عليها هتحصل لها ايه؟ هتزيد. مش انا لو ماشي كده يا ميس ماشي بسرعه عاديه، بمجرد ما اعمل ميل تبدا ايه تتحرك لوحدها، اعمل انكلينيشن اعلى تبدا تتحرك بسرعه اكتر، بس مش قادره اتحكم فيها، صح كده؟ تمام، هو ده السؤال يا ميس. فبيقول لي لو انت زودت الانجل بتاع الانكلينيشن اوف ذا رود انكريز، ذا كينيتيك انرجي اوف اوبجكت موفينج داون وورد، الجسم وهو بيتحرك عليها هيحصل له ايه؟ انكريز، الكينيتيك بتاعته هتكون انكريز. طيب ديورينج ا كار كوليجن، عندي كار حصل فيها تصادم، which of the following speed is most danger on the driver's life، مين في الحالات دي كلها اللي هيكون خطر على حياة السائق؟ لو عربية ماشية 50 كيلومتر بير اور on a flat road، ولا 50 كيلومتر on inclined road، ولا 100 كيلومتر on flat road، 100 كيلومتر بير اور on inclined road. بص يا ميس، في البداية لو الطريق فلات بالشكل ده بيبقى الخطر اقل طبعا، اهو لو الطريق ده كده فلات، اهو انا كاتبه عليه فلات، فلات ماشيه العربيه عادي جدا، لكن بمجرد ما بيحصل انكلينيشن، يعني بص دي ماشيه ثابته، لما مجرد ما اعمل انكلينيشن بتبدا تبقى سريعه، يبقى الفلات ما فيش منه ضرر قوي، يبقى احنا مش هنختار اللي فيها فلات خالص، هنختار مين يا ميس؟ اللي فيها انكلينيشن، انكلايند يعني ميل، الطريق عامل رامب زي منحدر. طب اللي عندها ماشيه بسرعه بقى 50 كيلومتر بير اور ولا 100 كيلومتر بير اور؟ لا طبعا السريعه هي ميس، يبقى دي لا ودي لا. هنبدا نختار ما بين نمبر بي ونمبر دي، اللي ماشيه ب 50 كيلومتر بير اور اون انكلايند رود ولا 100 كيلومتر بير اور اون انكلايند رود؟ لا 100 كيلومتر، يبقى نمبر دي. صعب كده يا ولاد؟ تمام. All the following factors affecting the kinetic energy of moving a car except، كل اللي قدامي بيأثر على الكينيتيك انرجي ما عدا طبعا الماس بتأثر، البوشنج فورس بتأثر، انكلينيشن بتأثر، يبقى فاضل مين يا ميس؟ الاير باج، ملهاش علاقه بالكينيتيك انرجي. As the mass of vehicle، يعني الكتله بتاعه العربه increase، it needs dots to move so it has dots. طيب الماس بتاعتي كبيرة، يبقى أنا محتاجة، أكيد مش هحتاج لس، مش هختار الحاجات اللي فيها لس، هختار مور، محتاج مور فورس وبالتالي يبقى عندي مور بوتنشال انرجي، ولا محتاج مور فورس ويبقى عندي مور كينيتيك انرجي؟ مور فورس ويبقى عندي مور كينيتيك انرجي. تمام؟ طيب in the opposite figure if the car move from point A to B، مشينا من A لحد ال B، تمام، so the kinetic energy، الكينيتيك انرجي بتاعتي بيحصل لها ايه؟ انكريز زين سوري انكريز زين انكريز زين ديكريز، يعني بيحصل لها انكريز انكريز وبعدين ديكريز، ولا ديكريز اند ديكريز اند انكريز، ديكريز ديكريز انكريز، ايه الكلام ده؟ ولا ديكريز زين انكريز زين ديكريز ديكريز، ايه ده؟ لا بص يا ميس بقى، انا كده نازله من على ايه؟ من على رامب، صح كده يا ولاد؟ اهو بص خليك معايا، انا وانا على الرامب كده انا هقول بقى ومش هختار من هنا، انا هقول الاول اللي انا فاهمه، انا هنا اون رامب، يبقى لما هنزل كده يبقى حصل لها انكريز، وبعدين هبدا اطلع على حاجه اعلى يبقى ديكريز، صح كده؟ تمام، وبعدين هرجع تاني انزل على الرامب يبقى انكريز، يبقى اخترت انكريز ديكريز زين انكريز. نكمل يا ميس، خلي بالنا من الرسومات عشان بيجيبها لنا كتير. نمبر 6، The opposite figure show two ramp of 2 meter length. عندي اتنين ramp كل واحد فيهم 2 meter length. If you push two toy car that have the same mass with two equal force، يعني الاتنين ماشيين بسيم ماس وعندهم same force at the same moment، في نفس الدقيقة. طب ميس دي عربية لونها أحمر والتانية دي ريد ودي ايه يلو، ودي 2 meter ودي 2 meter. طيب في حاجة هنا
مش مظبوطة. ده اسمه ايه؟ فلات صح؟ لكن ده ايه؟ رامب صح كده؟ طيب يا ميس، يعني مزودين الرامب بتاعتها. فبيقول لي ايه؟ إيه ان الريد كار، تعالي نختار بقى، بوز كار ريتش ات ذا اند اوف ذا رامب ات ذا سيم مومنت، الاثنين هيوصلوا بنفس السرعه او بنفس في نفس الوقت، ولا اليلو كار ريتش ذا اند اوف ذا رامب فيرست، اليلو هتوصل الاول، ولا الريد كار ريتش ذا اند اوف ذا رامب فيرست، ولا دي اللي هتوصل الاول، ولا اليلو كار هاز كينيتيك؟ لا دي مالهاش دعوه، احنا هنبدا نختار ابن مين وصلت فيهم الاول. بص يا ميس كده، انا عندي رامب اهو، تمام تمام 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر، لكن الرامب واقف كده واليلو ماشي عليه كده اهي، هتوصل. طب لو انا عملت الرامب بالشكل ده اهو، بص كده، بص اعلى، يبقى مين اللي هتوصل الاول؟ اللي على الرامب اللي فيها انحدار، يبقى الريد، يبقى ريد كار ريتش فيرست تو ذا اند اوف ذا رامب. صعب كده يا ولاد؟ تمام يلا بينا نعمل تشوز اللي هو الايه، التوصيل. ذا ماس اوف اوبجكت، مش فاهم حاجه. The height of object from earth surface. The speed of moving object. ولا فاهم أي حاجة من دول. طب أقرأ الناحية التانية. بص يا ميس. Affect the kinetic energy of moving object. But doesn't affect the potential energy. يعني في حاجة بتأثر على الكينيتيك energy. لكن مش بتأثر على البوتنشال energy. مين يا جماعة؟ Speed. يبقى number A مع number 3. أهي. صعبة؟ طب تعالي ميس نشوف التانية. Affect both، بتأثر على الكينيتيك انرجي وكمان على البوتنشال انرجي. اه يا ميس كنا واخدينها زمان ان الماس كتلة الجسم هتأثر على البوتنشال وهتأثر على الكينيتيك. طب ليه ميس؟ علشان الكينيتيك انرجي ليها قانون اللي هو ايه؟ هاف الماس تايمز في باور 2، فلازم يكون فيها ماس. طب والبوتنشال؟ البوتنشال كانت بتساوي ايه؟ بوتنشال بقى اولاد، بوتنشال برضو معتمد على ان لازم يبقى عندي ويت ولازم يبقى عندي هايت. والويت بجيبه ازاي؟ بجيب الماس وبضربها تايمز 10. يبقى الاثنين في كل الاحوال معتمدين على مين؟ على الماس. اهي يبقى بي مع 1. فاضل لنا ميس يمين يا ميس نمبر 2، ذا هايت اوف اوبجكت. الهايت بتاعه الاوبجكت مالها؟ ديكريز لما الكينيتيك انرجي انكريز. ايه ده؟ انكريز ذا ستورد بوتنشال انرجي انكريز. الهايت بتاعي بيزيد. The stored potential energy increase. الارتفاع بتاعي بيزيد. اه كل ما زاد الارتفاع، يعني قصده كل ما بنبقى فوق كده يبقى البوتنشال انرجي بتاعتي كبيره. يبقى 2 مع دي. ده جايبين حاجات من الدروس القديمه. طب ميس يبقى كده فهمناها تاني، ان الهايت كل ما كان اعلى واحنا فوق كده خالص بتبقى البوتنشال انرجي ماكسيمم يعني انكريز. يلا بينا بوت رايت اور رونج. موفينج اوبجكت with different speed، لما بيمشي أجسام ب different speed on the earth's surface have the same potential energy. لما الأجسام بتمشي ب different speed on the earth's surface have the same potential energy. أوكي يبقى دي right. يعني الأجسام لما بتمشي ب different speed، سرعات مختلفة on the earth's surface have the same potential energy، ممكن يبقى عندهم same potential energy. أه عادي جدا. The stored potential energy، البوتنشال انرجي inside the body at 3 meter high is more than the stored inside the body at 1 meter high. ايوه اللي على ارتفاع 1 meter دي 1 meter، ودي على ارتفاع 3 meter. مين اللي بيبقى عندها more potential energy at the height؟ الارتفاع الاعلى more height بيبقى عنده more potential energy. When two object have the same mass، عندي اثنين جسمين عندهم same mass and move with the same speed وماشيين بسرعة واحدة، this mean that they have different kinetic energy، عندهم kinetic energy مختلفة. لا ليه ميس؟ لأن الماس بتاعتهم ثابتة. لو الماس بتاعتهم مختلفة كان يبقى عندهم kinetic energy مختلفة. Your kinetic energy when moving on the earth's surface is equal to your kinetic energy when moving on a ramp. لا طبعا، وانا على الرامب بتبقى الكينيتيك بتاعتي أعلى، بمشي بسرعة. When a mass of object increase، لما الماس بتاعتي بتزيد، it need less force to move. طبعا لا، ببقى عايز more force to move. Correct the underlying word. When the inclination of the road decrease، يعني الميل بتاع الطريق قل، يعني بدل ما كان كده بقى كده، ماشي تمام. Kinetic energy of object moving it increase، لا
طالما الرام بتاعي قل او الانجل بتاعتي قلت الانكلينيشن يعني قل، يبقى برضو نفس الكلام الجسم هيتحرك عليها كينيتيك انرجي بتاعته هتبقى ديكريز هتقل، جاي بالعكس يعني كينيتيك انرجي. طيب كده ممكن نشوف السؤال ده برضو. Kinetic energy of object doesn't depend on dots which affect the potential energy. يعني في حاجة معتمدة عليها البوتنشال انرجي مش بيعتمد عليها الكينيتيك انرجي. ايه ده ميس تبقى الماس؟ لا طبعا. ليه؟ احنا قلنا ان الماس هنا والماس هنا صح؟ ومش السبيد. امال ايه ميس؟ الهايت. لان البوتنشال معتمدة على الهايت، مش احنا قلنا weight times height يعني معتمد على الارتفاع، لكن الكينيتيك انرجي ما فيهاش هايت خالص. هاف الماس تايمز في باور 2، يبقى دي معتمده على مين؟ على ايه قلنا؟ هايت الارتفاع. When an object move with a very large speed، يعني في جسم مشى بسرعه كبيره جدا، it has a small amount of kinetic energy، يبقى عنده small. هو ماشي بسرعه كبيره يبقى عنده small؟ لا يا ميسي، امال يبقى عنده ايه؟ large. تمام، يلا بينا الكوريكت سريعا كده عشان كلنا تعبنا. Complete the following sentence by increasing، واضحه الكلام؟ By increasing the mass of car، لما بزود الماس بتاعه الكار. That move down ramp، its speed will، زودت الماس وانا على الرامب يبقى السبيد بتاعتي increase. تمام. So time taken to cover small distance، الوقت اللي انا محتاجه take to cover عشان اغطي بيه مسافة او اقطع بيه مسافة يعني same distance will decrease. مش انا سرعتي زادت يبقى هاخد المسافة دي كلها في وقت اقل. Number two, the speed and dots energy of moving object on ramp can be increased by increasing dots. قلنا speed ومعها kinetic energy. تمام. بيحصل لهم ايه يا ميس؟ بيحصل لهم ان هم بيزيدوا. On ramp can be increased by increasing angle، ان انا ازود الانجل، قلناها في الفيديو بتاع الشرح، يبقى هزود الانجل بتاعت الرامب. ادي الطريق ماشي فلات كده. طب ميس هزود الانجل، كل ما بزود الانجل كل ما بعلي الرامب، يبقى اهي بص كده بقى رامب كبير جدا. فحصل ايه يا ميس؟ ان هي وانا ماشي كده هي كده بالشكل ده همشي كده، يبقى ايه اللي هيحصل لي؟ يبقى انا سبيد بتاعتي انكريز والكينيتيك بتاعتي انكريز، كينيتيك انرجي انكريز. صعبه دي يا ولاد؟ ها واضحه كده اهي. تمام. By increasing the angle of inclination of the ramp the dots and the dots energy of car move down this ramp will increase. يبقى في حاجتين سبيد، هي سبيد وكينيتيك. تمام. If the angle of the ramp decrease، لو الرامب قل the speed of moving object will decrease. If two truck، لو عندي اتنين truck move down a hill، نازلين من فوق تل، the speed of truck with mass 1 ton is dots than the another truck with 2 ton. يعني عندي اتنين truck، واحدة واحد طن والتانية اتنين طن، طن اللي هو 1000 كيلو جرام. طب ميس مين فيهم تكون اكبر من مين؟ if the two car move down وعايز ايه؟ the speed. السبيد بتاعت دي هتبقى اكبر من السبيد دي ولا هتبقى اقل؟ قال لي لا يا ميس اقل less. تمام تمام. طيب هات نمبر 6، the kinetic energy of moving object on a ramp with height 2 meter if then that on the same object of another ramp with 4 meter، ايه ميس اللي هيحصل؟ فكر كده معايا. طب واحده واحده تعالى نقراها تاني. بيكلمني عن الكينيتيك انرجي اوف موفينج اوبجكت اون ا رامب ويذ هاي 2، الرامب بتاعي مرتفع 2 ماشي متر، والرامب التاني مرتفع اكتر منه 4 متر، وفي ترك ماشي على الاثنين صح كده؟ ويذ هايت متر ذن the same object، نفس الاوبجكت، لا مش 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 ترك، اوبجكت اتنين اوبجكت بنفس سيم اوبجكت يعني on another ramp بس الرامب التاني بفور. طب تمام ميس، يبقى اللي على التو هيمشي ازاي بالنسبه للي على الفور؟ قال لي لا يا ميس، ارتفاع الرامب فور وارتفاع الرامب التاني تو، يبقى اللي عند تو لس اقل. بصي كده يا ميس اهي، ده رامب مثلا اهو كده، ده رامب على تو، ادي الجسم ماشي اهو،
طب هعمل الرامب بتاعي فور. بص الجسم هيمشي ازاي. تاني يا ميس رامب اهو، انا عملت رامب بس ده كده ارتفاعه كام؟ تو اهو، مش طوله يا جماعة، ارتفاعه الهايت بتاعه، ارتفاعه من على الارض هايت اهو، تمام اهو كده. طب ميس عليت الرامب خليته فور، زاد اكتر، يبقى الكينيتيك انرجي بتاعتي هتبقى اعلى، صح كده؟ طب هو بادئ هنا باللي فيها تو، يبقى التو اقل، يبقى اسمها لس. خلاص تعالى مع بعض بقى نشوف الجيف ريزون. نمبر 1 كار ويز ماس 3 تن، يعني عندي عربيه ماشيه 3 تن، دي الماس بتاعتها تمام. موف داون هيل، ماشيه من فوق تل. ريتش اتس بوتوم، وصلت تحت فاستر زين، اسرع من لما يكون عندي كار تانيه بس ب 1 تن الماس بتاعتها. ليه ميس؟ ليه دي نزلت اسرع من دي؟ تمام دي 1 تن ماشي عادي، لكن 3 تن وصلت فاستر اسرع. ميس انا كاتبه لك اجابه مختصره جدا، يعني تعتبر مختصره، ان السبيد والكينيتيك انرجي بتاعت الكار دي مور ذان السبيد والكينيتيك انرجي بتاعت الكار دي. تاني يا ميس، مش دي عندها مور ماس؟ اهي مور ماس، مش هي 3 كي 3 تن صح كده؟ يبقى مور ايه؟ ماس، يبقى عندها مور ها سبيد، يبقى هيبقى عندها مور كينيتيك انرجي. طب والثانيه ليس ماس، اهي ليس ماس، يبقى عندها ليس سبيد، يبقى برضو عندها ليس كينيتيك انرجي. طب ميس طالما عندها مور كينيتيك انرجي يبقى وصلت ايه؟ فاستر اسرع، وصلت كده يا ولاد؟ تمام. تاني يا ميس يبقى السؤال ده جاوبه بالطريقه اللي تعجبك، ممكن ترسم الاثنين كده وتكتب تحت كل واحده اجابتك، دي 3 تن ودي 1 تن، طب ال 3 تن بكام؟ يبقى دي عندها مور ماس ودي ليس ايه؟ ماس. طب اللي عندها مور ماس يبقى عندها مور سبيد مور كينيتيك انرجي. طب ميس يبقى الثانيه عندها ليس سبيد وليس كينيتيك انرجي، سو ات موف فاستر، بتوصل الاول والاسرع. صعبه؟ تمام. كويستشن نمبر 2، احنا في الجيف ريزون ها؟ طيب the speed of truck more than the speed of car when both of them move down a ramp. عندي truck اهي وعندي car والاثنين ماشيين على ramp. طب ميس ليه السرعه بتاعت السبيد بتاعت التراك اعلى من السبيد بتاعت الكار؟ قال لي ميس بالعقل كده، لان التراك عندها ايه؟ more mass، يبقى هنقول له هنا truck has more mass. طب والكار اهي كار هاز ليس ماس، وبالتالي سو طالما عندها مور ماس يبقى عندها مور سبيد ها مور كينيتيك انرجي. تمام كده يا ولاد؟ وهنا ليس سبيد ليس كينيتيك انرجي. تخيلي ان كل الكلام ده عدناه اكتر من مره، صعبه؟ طيب ميس هو بقى هنا كان بيسالني بيقول لي ليه السبيد بتاعت التراك اعلى من السبيد بتاعت الكار؟ هقول له بيكوز ان التراك عندها مور ماس ذان ذا كار، اهي ذان كار، انا كده شرحت لك كمان، يبقى التراك عندها مور ماس، يبقى اقول له بيكوز اهي تراك هاز مور ماس ذان ذا كار. عايز تشرح بقى عادي انا كده بفهمك، انما طالما عندها مور ماس يبقى عندها مور سبيد مور كينيتيك انرجي اللي هو كاتبها من فوق. صعبه؟ تمام. اخر سؤال في الجيف ريزون، the speed of toy car on a flat surface، يعني عندي سرعة عربية لعبة يعني على الفلات سيرفيس is slower than it move down a ramp، يعني لو هي ماشية فلات كده ده كده فلات، وادي العربية واضحة كده ولاد؟ هي ادي العربية وادي الطريق الفلات ماشية بسرعة عادية تمام. بص بقى لو عملت لها ramp بص هتمشي ازاي؟ هتمشي اسرع، صح كده؟ هو بيسألني على السؤال ده، السبيد بتاعت العربية لما تكون ماشي على فلات سيرفيس بتكون اقل من لما تكون ماشي على مين؟ على الرام. يبقى هقول له باي انكريزنج انكلينيشن، لما بزود الانحدار يبقى السبيد هيحصل لها ايه؟ هتزيد. يبقى هقول له باي انكريزنج انكلينيشن سبيد اند كينيتيك انرجي انكريز. طبعا امتحاننا ما بيبقاش فيه جيف ريزون، لكن المهم ان انت تكون فاهم. يبقى انا لو عندي طريق فلات حطيت عليه عربيه تمام، وبعدين رجعت خليت العربيه دي تبقى محطوطه على الرام، مين فيهم هيبقى اسرع؟ وهي على الرام، صح كده يا ميس؟ ليه؟ لان كل ما بزود الانجل او الانكلينيشن الميل بتزيد مين؟ السبيد اند كينيتيك انرجي. صعبه؟ تمام. كمل نكمل. وات هابن يا ميس؟ وات هابن؟
the mass of toy car move down a ramp increase. الماس بتاع الجسم ماشي على الرامب increase، يعني حطيت عربية كبيرة جدا على رامب. فبيقول لي ايه؟ انا عايزك تقول لي ايه اللي هيحصل according the time، للوقت اللي اخدته عشان توصل لتحت. طيب فبيقول لي ميس كل ما الماس كانت كبيرة increase يبقى السبيد بتاعتها هتكون سريعة عشان الكينيتك انرجي بتاعتها سريعة، صح كده؟ هتاخد وقت؟ قال لي لا يا ميس مش هتاخد وقت، يبقى time taken to reach the end of the ramp بيكون ايه؟ decrease، هيقل الوقت اهو. time taken to reach the end decrease، صعبة؟ الوقت بيقل لانها هتمشي بسرعة. increase the angle of bridge، زودت زاوية الانجل، الانحدار بتاع مين؟ اللي زودت زاوية الانجل، غلط، زودت زاوية الانحدار بتاعت البريدج، اسمها ايه؟ عملنا increase للانجل بتاعت البريدج. where a car move down، العربية ماشية عليها، يبقى هيحصل ايه according speed؟ increase speed، هتزيد. تعالى بقى هنا كده يا ميس، جايب لي حاجة لطيفة قوي، دول 3 book ودول 2 book، ايه ده؟ ايه ده يا ميس؟ فعلا في فرق اهو، دول 3 ودول 2، وادي رامب وادي عربيه عليه، وادي رامب وادي عربيه عليه. فبيسالني ميس ده رامب نمبر A ورامب نمبر B، which ramp make that track has most speed، مين فيهم الرامب اللي بقى عنده most speed للعربيه اللي عليه؟ قال لي يا ميس اللي فوق. ليه؟ لان انا زودت عدد الكتب وبالتالي زودت الانكلينيشن، زودت الانحدار، صح كده؟ عليته، فكل ما عليه لفوق كل ما السبيد انكريز، يبقى هكتب له نمبر A speed increase by increasing angle. طيب سألني بقى سؤال تاني لطيف قوي، if there is a small toy، لو في توي صغنططه كار يعني عربيه صغننه، move on a ramp A، تمام، the toy truck which one of them faster، مين فيهم اسرع؟ يعني حطيت على رامب نمبر A truck وعربيه صغيره، مين فيهم هتكون اسرع؟ التراك. ليه يا ميس؟ by increasing mass، كل ما بزود مين؟ الماس، speed وكينيتك انرجي increase، تمام؟ ارجع تاني الفيديو الشرح، خلاص؟ طيب what happened when increasing the angle of B؟ ايه اللي يحصل according to the speed؟ يعني B ده زودت الرامب، يعني عليته، بدل ما كان كده 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 رامب اهو، رحت مزوده كمان، تمام كده؟ يحصل ايه ميس؟ السبيد يحصل لها increase، تمام؟ ناخد بقى الاسئله اللي بيجي منها كتير في الامتحانات، اللي هي ايه؟ اسئله الشرح دي، بص كده بيقول لي ايه؟ on a ramp road، على طريق منحدر، there are two vehicles، في عندي عربيتين، move downward. vehicle one اللي هي ايه؟ ماشيه بسبيد 70، يبقى واحده ماشيه بسبيد 70 اهو، 70 كيلومتر بير اور. والثانيه يا ميس بس وزنها كام؟ 1 طن. طب ميس والثانيه دي طبعا الماس بتاعتها. واحده ثانيه كار بي، دي كار ايه ودي كار بي. ما ايه ده؟ ماشيه برضو 70؟ المفاجاه اهي، 70 كيلومتر بير اور، بس بكام طن؟ الماس بتاعتها 2 طن، يبقى دي الماس. جاوب معايا بقى كده يا ميس، فهمنا السؤال كان بيقول ايه؟ ان انا عندي كار ماشيه 70 كيلومتر بير اور، بس وزنها اللي هو الماس بتاعتها، سوري كتلتها مش وزنها، عشان الوزن يعني ويت، الكتله بتاعتها بكام؟ ب 1 طن. طيب وبعدين في برضو كار تانية، انذر كار عندها 70 كيلومتر بير اور، بس الماس بتاعتها بكام؟ ب 2 تم. تعالي نذاكر كده مع بعض الاسئله. كينيتك انرجي اوف فيكل A از ايكوال تو ذا فيكل B، ايه ده بقى؟ يعني الكينيتك انرجي اللي هنا قد اللي هنا؟ ميس ممكن اشرح لنفسي قبل ما اجاوب عشان اعرف اتكلم؟ بص يا ميس، الاثنين نفس السبيد، مش مشكلتي. الكونسبت بتاعي فين بقى؟ ان دي 1 طن، يعني الماس بتاعتها اصغر من دي، يبقى دي عندها مور، ها يبقى دي كده مور ماس، وبعدين مور، ها كينيتك انرجي، يعني عندها مور ايه؟ سبيد. الله، يعني تبقى مور ايه؟ دامج. لحد كده احنا قلنا كله مور. هنا بقى ليس ماس، يبقى عندها ماس قليله، ليس كينيتك انرجي، تمام. ايه كمان يا ميس؟ less speed، عندها سرعه قليله، less damage. ابدا بقى اقرا واشوف الكلام بتاعي منطبق عليه ده ولا لا. kinetic energy of vehicle A equal to the vehicle B، ايه ده بقى؟ ده ميس لا، kinetic A عندها less kinetic energy و B عندها more kinetic energy، يبقى الاجابه بتاعتي wrong. طب kinetic energy of vehicle A smaller than the kinetic energy of vehicle B، ايوه A less اهي، اقل من مين؟ من البي. ممكن نعلم بالاحمر عشان تبقى واضحه اكتر، اهي
وصلت كده اولاد؟ يبقى انا عمري ما هحل من غير ما ارسم الحاجه اللي قدامي وترجم الكلام اللي الراجل كاتبه عشان ابدا افهم هو عايز ايه. طب كينيتيك انرجي اوف بوث اوف ذم ايكوال زيرو، الاثنين الكينيت ايه ده يا عم ايكوال زيرو ليه؟ لا طبعا مش زيرو ولا حاجه، يبقى رونج. طيب نمبر كام احنا؟ احنا خلصنا دي ودي ودي. ماشي. ماس اوف بوث فيكلز از ذا فاكتورز افكتنج زير كينيتيك انرجي. الماس اثرت عليهم؟ اه طبعا، الماس هنا كانت قليله والماس هنا كانت كبيره، دي سمول ماس ودي بيج ماس، اثرت على كل الحاجات اللي بعديها، يبقى عملت تشينج في الكينيتيك انرجي وعملت برضو في السبيد. صعبه؟ تمام، يبقى دي رايت. Speed of both vehicles doesn't affect their kinetic energy. هل السبيد ما تأثرتش؟ ازاي يا ميس؟ ما لما الماس كانت قليلة less mass ادتني less kinetic energy، ها after that less speed. طب لما كانت الماس كبيرة more mass يبقى more kinetic energy more speed، يبقى معنى كده ان السبيد حصل لها change، يبقى ما ينفعش اقول doesn't affect. تمام؟ يبقى wrong. طبعا تعبتوا معلش، درس كان طويل. كده خلصنا exercise 4. يا رب تكونوا استفدتوا، بالنجاح إن شاء الله.